يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جوز إهداء ثواب الطواف، يقول إذا جاز إهداء ثواب الحج والعمرة كاملة جاز إهداء الجزء المستقل كالطواف، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا قياسا غير صحيح، هذا قياسا غير صحيح. نعم، جاءت النيابة والإهداء الحج والعمرة للغير، لكن لم يأتي الطواف والسعي، ما التجزئة ما جاءت. نعم.